أولا نترحم على الشهداء الذين استشهدوا في هذه المجزرة القميئة البشعة التي حصلت في نيوزيلندا. نترحم عليهم، فهم شهداء، والذي حصل يعني شيء سيء ومجزرة بكل ما تحمله الكلمة من نعم معنى. ما أثارني بعد ذلك هو تصريحات النائب الأسترالي نعم الذي وكأنه بطريقة أو بأخرى يريد تحويل الموضوع، وكأن السبب الرئيسي هو الإسلام فيما حصل، وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. أكيد نحن نعلم أن كل الديانات هي ديانات تسامح، هي ديانات محبة، هي ديانات سلام، وكل الديانات مجتمعة ترفض هذه التصرفات الإرهابية وترفض القتل وترفض الدم. نعم فبعدها مباشرة قررت اللجنة، لجنة الشؤون الخارجية، بإصدار بيان شديد اللهجة موجه إلى البرلمان الأسترالي وإلى هذا النائب بالتحديد حول ما صرح به وما قاله. هل سيكون هناك سعادتك خطوة من البرلمان الأردني تجاه ما صرح به؟ هل سيكون هناك تحرك عربي أردني عربي تجاه هذا النائب الذي يعني للأسف بهذا التصريح هو هجمة على الإسلام وهجمة على المسلمين وبالتحديد يعني العالم العربي؟ أكيد. نحن كل ما نملك اليوم حقيقة أن نحتج عند السفارة الأسترالية في الأردن، وقد نقوم بطلب السفير وتسليمه مذكرة احتجاج مثلا كمجلس نواب أردني، وقد نرسل هذه الرسالة أيضا إلى مجلس النواب الأسترالي، وبكلام يعني استنكار شديد ورفض شديد لما صدر عنه. اليوم هناك مشكلة الإسلاموفوبيا اليوم صحيح في العالم، لكن حتى نجد الحلول علينا أن نعرف الأسباب لماذا، وهذا السؤال الذي على كل دول العالم، على حتى علينا نحن كعرب وكمسلمين وكدول أوروبية أن نعرف ما الذي أدى إلى حصول ذلك. نعم يعني سعادتك نحن نفتخر ونعتز ب يعني هذه المشاعر الحقيقية تجاه ما حصل وبإنسانيتك وب يعني شعورك بما حصل، وبتحديد حضرتك وسعادتك تمثل اللجنة المسيحية أو المقعد المسيحي عفوا عن الدائرة الثالثة في مجلس النواب الأردني. نفتخر بك ويعني نتمنى مقعد مسيحي فقط، نعم نعم يعني هذه ثقافتنا، هذه بلادنا، من أكيد استشهد من أبنائنا، من أكيد أبناء وطننا. اليوم وصل عدد الشهداء إلى 3 شهداء. نحن ننظر إلى أنفسنا كعرب أولا، نعم، وكأردنيين أولا، وبالتالي المصاب مصاب واحد والجلل جلل واحد، نعم، والحلول عندما عليها أن تجد عليها أن نجدها معا.